السؤال 25 من مجموعة الأسئلة اختبار القدرات. إذا كان متوسط الأعداد 8 و11 و15 وسين هو 15، فأوجد قيمة السين. طبعا متوسط أي عدد، متوسط مجموعة الأعداد هو حاصل جمع هذه الأعداد قسمة على عددهم. الأعداد 4، فنقول 8 زائدا 11 زائدا 15 زائدا سين على 4 أعطاني 15. الآن نجمعهم 8 و11 34 زائدا سين على 4 بيساوي 15. ضرب التبادلي على طول 34 زائدا سين بيساوي 60. نطرح ناقص 34 ناقص 34، إذا سين بيساوي 26. إذا قلت السين 26.